فهناك العديد من العلاجات المناسبة والتي يتم استخدامها من أجل التخلص من رائحة الفم التي من الممكن أن تظهر لدى البعض من الأشخاص نتيجة العديد من الأسباب المختلفة. الشيء السيء في رائحة الفم الكريهة هو من يعاني منها عادة قد لا يلاحظها بنفسه، وتوجد العديد من العلاجات الرائعة التي تساهم في التخلص من رائحة الفم المزعجة، ومنها أولاً غسول سانسوداين. هذا الغسول يعد أحد المنتجات التي تساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة والبكتيريا الموجودة في الفم، كما أن هذا الغسول يحمي الأسنان من التآكل ويقضي على التسوس وعلى البكتيريا المسببة للتسوس. ومن مميزات غسول سانسوداين أنه يوفر حماية طويلة الأمد للأسنان الحساسة، كما أنه يقوي الأسنان عن طريق تكوين حاجز حول العصب. ثانياً غسول بيوتين. هذا الغسول يعد من المنتجات الرائعة في التخلص من رائحة الفم الكريهة، لأنه يحتوي على العديد من العناصر التي تعالج قرح الفم، بجانب أنه يحتوي على مجموعة من الإنزيمات التي تساهم في التخلص من الجراثيم. كما يتميز هذا الغسول بأنه يعالج قرح الفم ويمنح النفس رائحة منعشة. وبعد التعرف على أكثر من منتج يساهم في علاج رائحة الفم، عليك أن تعلم أن السبب الشائع في ظهور رائحة الفم الكريهة هو قلة نظافة الفم. لا تقتصر النظافة الجيدة للفم على استخدام فرشاة الأسنان العادية فحسب، بل ينصح باستخدام خيط تنظيف الأسنان وفرشاة للتنظيف ما بين الأسنان وكذلك منظف اللسان. كما ينصح أيضا بتنظيف فرشة الأسنان بشكل جيد تحت الماء الجاري بعد كل استخدام. الأسباب الشائعة الأخرى في ظهور رائحة الفم الكريهة لدى البعض هو جفاف الفم وعدم كفاية إفراز اللعاب. الأشخاص الذين يشربون القليل من السوائل غالبا ما يعانون من جفاف الفم، وإذا كان الفم جافا للغاية يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة أكبر. يساعد شرب السوائل بشكل كاف على الوقاية من جفاف الفم، ويفضل أن يكون 1.5 لتر من الماء يوميا. في النهاية وبعد التعرف على أكثر من منتج يساهم في علاج رائحة الفم، يمكن الاعتماد على هذه المنتجات للتخلص من رائحة الفم المزعجة، مع الحرص على اتباع طرق الوقاية من ظهور رائحة كريهة في الأسنان.